الله الرحمن الرحيم. فيصل محمد شعبان المصراتي، مشرف مجموعة الأمن الصناعي مواقع طرابلس، تابع إدارة الصحة والسلامة والبيئة قسم الأمن الصناعي. تعتبر إدارة الصحة والسلامة وحماية البيئة من ثاني أكبر إدارة من عدد القوة البشرية داخل الشركة. وقسم الأمن الصناعي يعني من واجباتنا وأعمالنا اليومية اللي نقوم بها احنا كأفراد أمن صناعي، يعني الموزعين على جميع البوابات ومنافذ يعني الشركة، اللي هي متابعة سير العمل، المحافظة على الممتلكات وأصول الشركة، إصدار التصاريح الخاصة بدخول غير العاملين لقيام بالأعمال داخل الشركة، إضافة إلى إصدار تصريحات لطلب التدريب الميداني لقيام بتدريبات داخل الإدارات المخصصة لهم. يعني وعندنا التصريحات النفطية اللي هي نقوم بها بإصدار تصريحات نفطية لكل موظف يعني محلي والموظفين الأجانب عن طريق المنشآت، وحدة المنشآت النفطية. عندنا البطاقات الإلكترونية الممغنطة لدخول وخروج الموظفين، الكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية الموزعة داخل مباني الشركة، متابعة السيارات الشركة. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.